أقام نائب السينمائيين بلبنان المخرج السينمائي صبحي سيف الدين المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون، وكرم من خلاله مجموعة من النجوم والإعلاميين اللبنانية والعرب. موقع الفن تواجد بالمهرجان وكان لنا مجموعة من اللقاءات مع الحضور. المهرجان هذه السنة 11 و 11 سنة، يعني مرة سنة أجلنا، بس عملنا 11 سنة بمجهود فردي، لا دولي بتشارك ولا دولي بتحضر، وهذا شيء ما بيهمني، المهم اني عم اعمل هذا المهرجان. انا كمخرج سينمائي ونقيب للسينمائيين حب مهنتي وبحب اني اعمل شيء للفن، وخلي هذا المهرجان يكون مهرجان رسمي يوم من الايام ودولي، هذا حلمي وان شاء الله بيوصل. هلا في ناس عم تسرق البلد حرامية ولصوص، أنا بدي عمر قد ما في عمر، لو قنعت واحد واثنين وثلاثة وأربعة بنكون نحن رجعنا نبني وطن ولبنان بده يبقى. قديه بيبقى موجع على صعيد الوطن مش على صعيد الأشخاص إنه الدولة تكون غايبة عن هيك مهرجانات، هي على صعيد وطن، على صعيد وطن كتير كبير. ما في دولة عنا بهم الوطن ولا هي على صعيد وطن، هذا الدولة سرقت الوطن علنا بحكيهم، وأنا عرضت لمحاربة كبيرة بهالشهرين هودي حتى ما أقدر أعمل هذا المهرجان وعملته. حكرر حبايب لإلي بالوسط الفني، إن كما كنت أعرفهم عرفت عليهم من خلال أعمالهم. حكرم شباب قدمت أفلام ناجحة بظروف صعبة نال الجوائز بلبنان والعالم العربي. أهلا بي في بلدي لبنان، دي بلدنا وأهلها أهلنا، وإحنا متعودين على زيارة لبنان طول رحلتنا الفنية، لأن لبنان بلد الفن والجمال والطبيعة والشعب الطيب، وربنا يديم عليك السعادة إن شاء الله. ممثل يستحق التكريم والتقدير، تخبرنا أكثر عن تواجدك اليوم بمهرجان لبنان للسينما. يعني بص، المهرجانات دي بتبقى مهمة جدا لأي فنان، لأنه بيلتقي بزمايله من الدولة اللي عاملة المهرجان، بيشوف أعمال فنية، بيشوف زمايله اللي ما شوفهمش بقالهم مدة. فالمهرجانات دي وخاصة لما يبقى فيه تكريم، الفنان بيحس بأن رحلته ليها مقابل، مقابلها حب الناس والتكريم والمهرجانات، فبيبقى شيء جميل. شاركنا بفيلم من إخراجي وتجربتي الروائية الثانية بفيلم الطويل هو غيوم داكن، وهي طبيعة المشاركة. الحقيقة أنا أول مرة يعني بشارك في هذا المهرجان، كنت حريص على الحضور لأنه حاسس أنه هذه المدينة عندما تتعرض لأي صعوبات لأي تحديات، من واجبنا أن نكون نحن موجودين لنسهم مع بقية الأصدقاء بالدفاع عن ثقافة الحياة، عن الاستمرار. يعني لا تقلقوا يا أحبتي، في لبنان التاريخ علمنا أن المدن العظيمة لا تهزم. أهلا وسهلا فيكم، أكيد أنا موجودة اليوم لأنه عم بتكرم من قبل المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون، ومبسوطة كتير بهالتكريم لأنه جاية من الشعب اللي أنا كتير بحبه، من بلد اللي أنا كتير بحبها واشتغلت فيها وعندي أصدقاء كتير هون، فهذا الشيء بعتبره تتويج لتعبي ولشغلي. وبحب أشكر أكيد الأستاذ صبح سيف الدين على هالتعب لتنظيم المهرجان بهالوقت الصعب، وأنه قدر يجمعنا هالجمعة الحلوة. والله أنا كتير مبسوطة عن جد بتواجدي بلبنان، وكتير كتير مبسوطة أنه أكون جزء من مهرجان صار له 11 سنة ومكمل. سعيدة كتير بالتكريم، لأنه نحن يعني أي شخص بيعمل شيء بيتمنى يوصل لحالة الامتنان، لأنه يكون في أشخاص إلى قيمتها وتاريخها وفكرة بتحترم الشيء اللي مقدمه بيكرمه كرماله، فهذا إنجاز. هيدا ثالث تكريم، أنا دعيني النقيب الله يطول بعمره الأستاذ صبحي سيف الدين،
بده يكرمني لأنه أنا من 2011 و2012 تكرمت وما رجعوا كرموني وللأسف أنه نقابتي ما عم بتكرمني. فكرمني نقيب السينمائيين رغم أني شغلي أنا سينما بس طبعاً كانت أعمالي شي ثلاث أعمال تقريباً قليلة عأيام السينما بيت شرف الدين يعني فؤاد شرف الدين ويوسف شرف الدين مع حفظ الألقاب أساس كبار. أنا كتير مبسوط أنه النقيب صبحي بعده مصر أنه يعمل تكريمات ويعمل حفلة رغم كل هالأوضاع ونحن كتير بحاجة لأن نحن كتير بحاجة ناخد شوية أكسجين من قوم عبكرة عاملين ستريس من نام على ستريس على أخبار بشعة كتير. إن شاء الله يا رب يكون النهاية قربت يا رب. أنا عضو بالنقابة يلي عاملي هيدا المهرجان وشي أكيد أنا كشخص موجود أنتمي إلى هذه النقابة لازم يكون في دعم يعني عرفت علي كيف. أنا أصلا كنت نازل بفيلم كمان بس تعذر انتهائه قبل المدة هيدا يلي هو حيشارك هلأ بمهرجانات إسبانيا إن شاء الله تحت عنوان بيكسل. أول شيء مرسي لكم وأنتم من الأشخاص اللي أنا بفتخر فيهم واللي إلن أساس بنجاحي ومواصلة ومتابعة بنجاحي ومسيرتي يعني. هلا المر بدي وجه لها تحية كتير كبير وإلك لكل فريق العمل موجود اليوم هون. دعيوني صراحة أنا لما دعيوني كنت خايف لأنه قلت يمكن ما يجي هيدا نهار ونقدر نتكرم فيه مورا الوضع بلبنان. قدرت اكتشفت أنه القيمين عن هيدا المهرجان أهم من 100 سياسي موجود اليوم بهيدا البلد. شعبه عم بيموت أما إجا هيدا المهرجان ليفرجيك الفرح ويزقف لك رغم كل الصعوبات اللي عم تمرق فيها. فأنا فخور بهيدا التكريم ومش تكريم من أي حدا تكريم من هيدا المهرجان اللي صار له سنوات واللي أحلى من هيك بكتير أنه أنا عم بتكرم بهيدا العمر أمام عمالكة كتير كبار لهم تاريخ أهم مني بمئة مرة. فهيدا اللي أنا فخور فيه. ما بعرف إذا الجرأة هي صارت الحقيقة بدنا جرأة نحن وصلنا لمحل بهيدا البلد بدنا جرأة بدنا أكثر من جرأة مع هيك سياسيين موجود ببلدنا. أنا دايماً بدعم كل شيء اسمه فن وفنانين عندي للفن رسالة بعتبرها رسالة كتير كبيرة واليوم مثل ما سمعت على الستيج نحن عم ننتقل لمرحلة تانية اللي هي إضافة المهرجان العربي لدمج أحلام أصحاب الإرادة الصلبة. فهيدا المهرجان هو مهرجان حيكون على صعيد عالمي والأول عالمياً يعني المهرجان إضافة هو الأول عالمياً انطلق من هو من لبنان منطلق لبرا عادة بناخد فرانشايز بس لكن هالمرة نحن ظاهرين لبرا حقيقة. عندما يعني لما قال بلغونا انه هنالك مهرجان وخاصة انه صبحي سيف الدين هو عضو في الاتحاد الفنانين العرب وانا كذلك عضو فقلنا احنا لازم ندعم هذا المهرجان خاصة وانه احنا عايزين نقول للعالم كله ان لبنان ما زال حي لبنان ما زال موجود وأنه هذا التجمع العربي اليوم من الكويت ومن سوريا ومن العراق ومن الدول يؤكد على التضامن الشعبي العربي مع لبنان. صراحة كان لي الشرف أنه كون موجودة هون وأتعرف أكثر وكون قريبة أكثر من كل هالفنانين يلي طبعاً شدتنا مجروحة فيهم أكيد وكخريجة مسرح كمان it's a good opportunity إنه كمان نقدر نتواصل معهم كنحنا خريجين نعتبر جديد على السوق يعني مش مثلهم هن. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.